انتي الديسيان ده بقدر احنا كلنا واخدينه بمعنى اللي هو ده انا دلوقتي مش عارف فلان قال لي كلمه فنسيتها، فنسيتها قال لي حاجه نسيتها حاجه، لا ده طبعا اكيد مش معنى الديسيان خالص. كلنا قلنا احنا عارفين ان معناه هو تذكر الاشياء القريبه والبعيده والحاجات دي، برده مش هو ده معنى الديسيان. الديسيان ده هو عدم القدره على تذكر الاشياء لفتره بعيده جدا، اي كانت بقى ذاكره قريبه ذاكره بعيده اي كان الموضوع. انت دلوقتي مثلا صاحبك قال لك حاجه دي سالك عليها المره الجايه انت ما جاوبتوش عليها، انت كده بتقدر نسيت والله انت قلت ايه. بس طبعا السن بيختلف من فرد اخر من شخص اخر حسب قدراته. يبقى مدرسه جايه من مدرسه وجايبه اولادها معاها ونسيت المعجبه اللي عندها، هي اصلا نازله عشان تجيبها، هنا هقدر اقول ان هي دي مشكله النسيان. طب ما نيجي نفكر يعني ايه اللي وصلنا لكده؟ احنا دلوقتي طلبه لسه بدري على الحاجه اللي احنا بنعاني منها دي، ايه اللي وصلنا لحاجه دلوقتي؟ اكيد كلنا طبعا عارفين الموبايل نفسه ده اكبر خراب للمخ زي ما بيقولوا يعني. فدلوقتي الموبايل ما شاء الله اضطر وبتنزل حاجات اصلا احنا مش عارفينها اصلا، خصوصا ان دي عيال من سن 4 5 سنين ما شاء الله بيستخدموا حاجات واحد في الكليه خالص ما يعرفش يستخدمها. طب ايه اللي وصلنا لكل ده؟ اكيد الاهالي ليها دور كبير في الحاجات المشكله دي. لا ده ماما مرتاحه ومبسوطه ان ابني قاعد على الموبايل عمال يلعب وعمال يكلم غيره ويضحك ويسمع كده، وانا عادي مشغوله بكلم اختي بطبخ مش عارفه بعمل ايه مش فاضيه. طب نعمل كده بتدمريه، مش هقول لك بعدين هو دلوقتي الموبايل ده بيخرب المخ، واصلا معروف ان المخ كل ما بيتركن بيتخرب، دي قاعده ثابته كده اوريدي، ركنت المخ خلاص اتخرب، فلازم المخ بيجي عن طريق الذاكره بتتسطر بتيجي معاك ازاي؟ بالتدريب والاستمرار والممارسه اي كانت بقى الهوايه اللي انت بتمارسيها. فدلوقتي اكيد احنا كطلبه فاقول ان النسيان السبب عندكم ايه؟ اول حاجه مشكله عندنا الاكل، مشكله الاكل، هل بقينا بناكل اكلنا صحي؟ اكلنا طبيعي؟ طبعا احنا عايشين على احنا الكربون اللي عايشين على حاجات بتاع، ودي طبعا اكبر ضرر تجيلنا. طب ايه الاكل اللي احنا نمشي عليه طيب وناكله عشان نلاقي ان في تحسن في الذاكره والقدرات بتاعتنا جميله وبنقعد في الدرس نستوعب وتيجي المعلومه نستوعبها بشكل بسيط وحاجه جميله؟ عندنا الاكل المأكولات المحليه كلها. اكل المأكولات المحليه زي ايه؟ بس كل الاسماك والكوكونات كل الحاجات دي يعني فيها ماده اساسيه عاليه جدا. خلاص؟ وعندنا برضه الخضروات. كل الحاجات اللي لونها اخضر بقى، شوف الخضار فيه حاجات قد ايه لونها اخضر. خلاص تمام الخيار والبنجير والبطاطس كل المأكولات اللي الخضراء. عندنا برضه تاني المكسرات. هتقولي مكسرات زي ايه؟ لا اكيد مش كل المكسرات يعني. زي عين الجمل. فيها نسبة في الاوميجا 3 عالية جدا. الاوميجا 3 بتساعد على تنشيط الذاكرة والدورة الدموية. كل الحاجات دي. عندنا طبعا النوم. طبعا النوم عندنا نوم متواصل وعندنا نوم متقطع. طيب النوم المتواصل ده اكيد 100% بيساعد على تخزين المعلومات بشكل طبيعي جدا، ان انا انام 6 8 ساعات في اليوم بس متواصلين اكيد هيبقى عندي كم استيعاب في اليوم. طب النوم المتقطع ان انا انام ساعتين واقوم ساعتين ولا مش عارف انام اقوم اصحى كده شويه لا بنام وارجع تاني، اكيد كل ده بيساعد على تهريب المعلومات من جوه. باين ده انت دلوقتي مسكت ان انا طب انا عايز اكون حلوه ان انا اقعد اذاكر دلوقتي واروح الدرس والمستر يسمعني واكون مبسوطه انا بسمع احس ان انا تعبت. دلوقتي عندنا اثر جدا لان احنا ممكن نجيب الماده ونقعد قدامها وان انا مثلا خلاص حفظت الماده واتقنت فيها بنسبه 100% مش 100%. طب انا عايز اتاكد ان انا ذاكرتها اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اتاكد ازاي؟ ان انا دلوقتي اجيب ورقه وقلم واحفظ حفظت الماده ممكن اجيب ورقه وقلم واسمع لنفسي اوريدي هقع في كلمه في اثنين في ثلاثه في اربعه اي كانت هي ايه مش مشكله. بس المشكله ان انا اشوف ان انا قدرت استوعب الحاجه ولا لا. وعندنا برضه طريقه ثانيه ان انا اسمع حد في البيت اي حد في البيت عندي اسمعه. طب الطريقه الثالثه ان انا ممكن دلوقتي طالما ما شاء الله كلنا ماسكين موبايلات نسجل نفسنا الكورد زي ما بيعملوا الكورد تسجلي لنفسك. طب بعد ما اسجل نفسي اسمع اسمع الكورد اشوف انا سمعت ايه. ده انا دلوقتي قلت مثلا ان النسيان ده هو عدم تذكر الفرد للاشياء القريبه والبعيده. الله ده انا جبت التعريف دلوقتي كله كامل. طيب جيت مثلا امسك تعريف ثاني فمسكت التعريف سقط مني كلمتين سقط مني ثلاثه. كل ما بتسمعي الكورد كل ما تشوفي القدرات السلبيه اللي عندي في البدايه انت هتشوفيها. انا دلوقتي ركزت نسبه كذا لا انا هفتح الكتاب واكمل اكتر هتلاقي نفسك ان في عمليه تشجيع وفي عمليه تحفيز انت نفسك بتحب الموضوع. يبقى اللي مش مهم تاني بعيدا عن النسيان بالنسبه للمذاكره ايه؟ انا كل ما اضحك في الكتاب بنساه خالص. تمام بس لما رجعنا على الدرس لقيت نفسي مش حاضر.
يعني انا دلوقتي في موضوع شاغلني، في مشكله كبيره، طب انا مش عارفه احلها ولا عارفه اتكلم مع حد. فاحنا احنا كطلبه بنسلكوا دلوقتي طبعا ما بتكلمش او اتكلمت ما فيش موضوع، فبروح انا عندي امتحان بكره عايزه اذاكر فبجيب الكتاب واقعد اذاكر. هل لو قعدت من هنا للسنه الجايه في حاجه تدخل في دماغي او تستجيب معايا تكون في موضوع شاغلني؟ طب انا لازم افضي كل اللي في الذاكره ده الاول بعدين اقعد على الكتاب واختار الوقت المناسب ان انا اذاكر فيه. فانت طبعا في ان انا ببقى متوتره جدا. طب انت انا عايزه تكون متوتره من نفسك ولا في سبب الحاجه دي؟ لا ما هو ما تقوليش ان انا بكسر من غير سبب، لازم في سبب حتى لو مش كله بس انت بتقولي على اسباب. لا انت بقى غلط خلاص، انت سيبي انت بقى قبل السؤال مش عارفه، سيب السؤال ده وتنزلي على اللي بعده، حلي كل اللي انت عارفاه وبعدين ارجعي للسؤال ده فكري فيه براحتك خالص. تكوني انت اتوترتي بقى وترجعي لكل الاسئله اللي نفسك مش عارفه مثلا وانت مذاكره. خلاص قلت لكم دايما اختاروا الوقت المناسب للذاكره فيه. قلنا الاول المشكله تواجهنا مشكله الاكل، وبعد كده مشكله النوم سواء كان متواصل او خارج، بعد كده عندي مشكله المشي. انت عارفين ان نص ساعه يوميا احنا لو مشينا بس حافظنا عليها بدون النص ساعه دي بتساعد على تركيز الدوره الدمويه في المخ. طب ما هي الدوره الدمويه في المخ؟ ما هي ده كله بيساعد على التركيز والاستيعاب ومذاكرتي تبقى قويه، وان انا ابقى داخل ممكن ابقى ماشيه نص ساعه على الطريق حلوه كده واجي داخل من هنا عند المستر احمد الاقي نفسي مبسوطه وقاعده وحابه الناس جربوها بس تداوم عليا مش اطلع اجري بره واجي على الناس اقول انا مشيت مش حاسس باي تغيير في حياتي. لا طبعا مش الحاجات دي بتيجي بالمجربه، زي ما بقول لك الذاكره بتيجي بالتدريب المستمر، زي ما قلنا المخ لما بيجيب التريك الطبيعي بيفرق. خلاص عندنا برضو قلنا المشروبات، احنا طبعا عايشين على البيبسي والشيبسي طبعا ده اكل، فاحنا عايزين مشروبات. ايه المشروب اللي بيخلي الذاكره عندي قويه؟ طبعا الميه. الميه ده عليها عامل اساسي كبير جدا لكل حاجه، الذاكره تكون لجسمي تكون لكل حاجه. طب في مشروب احنا بنشربه بس انا مش عايزاكم في قطار الاعداد بس نخش عليه دلوقتي، مشروب القهوه. احنا كل يوم لو فنجان قهوه بس على 12 لا ما مش كل يوم، احنا مش عايزين كل يوم، مش عايزين جنب بيفرق منها، احنا عايزين فنجان واحد بس دوت بيساعد على تركيز النوم بشكل رهيب. بس انتوا كطلبه دلوقتي يبقى انا شارب وبعد ما اشرب قهوه ده انا بجري رايح اجيب اندومي، ده انا رايح اجيب بيبسي. لا طبعا مش الفرق دي، انت بس مش بتحس بيه في الحاجه دي خالص معايا. خلاص ايه تاني يعني في مشكلات ايه تاني؟ اتفضل. طيب تمام دلوقتي صاحبتكم بتقول ان هي ما تيجي تسمع تتوتر، طب ايه اللي وصلها كده؟ هي اكيد سوري خلاص انت ما عندكيش ثقه في نفسك. وفينا ناس كتير قوي انا ساعات بتعرض لمواقف ما كنتش واثقه نفسي فيها، بس لما بدخل في الموقف نفسه بحس ان انا عندي فيه كميه ثقه رهيبه، ما بتعرفش تيجي ازاي عشان انا عندي ثقه ان انا عايز اكون واثقه في نفسي، عندي ثقه ان انا دلوقتي انا حافظه وعامله كل اللي عليا في البيت، طب انا رايح الدرس هو ايه اللي يخليني اقل؟ ايه اللي يخليني اخاف؟ مكسوفه مثلا من حواليكي؟ لا ما تلبسيش، تحطي نفسك لو اقفي وتكلمي وسمعي غلط وتضربي مره واثنين وثلاثه هتحسي نفسك معلومات ان انت اصلا شفتي سينما رهيبه عندك زي الخوف بالظبط، شفت الخوف؟ انت شفت الحاجه دي من عندك عن طريق ان انت حطيتي نفسك الخوف مره واثنين وثلاثه وقفتي واتضربتي وصاحبك ده ضحك عليكي وزميلك ضحك عليكي وانت بتضربي تقولي يعني بس انا عندي ثقه في نفسي انا ما ذاكرتش فطبيعي لازم اضرب. حفظت كويس اروح اسمع خلي ليه؟ الا خوفك ما فيش اي سبب للخوف عندك. تمام؟ عندنا اي مشكله تاني؟ اتفضلي. ايه؟ تنظيم الوقت. ما احنا قلنا تعبنا، احنا دلوقتي هو طول اليوم بره بناخد دروس. المفروض ان احنا نروح البيت نفتح الكتب نذاكر؟ لا، ده امر مش طبيعي خالص. لازم اروح البيت اول عامل طبعا احنا ممكن نقول نسينا نتكلم عليه في المشكلات اللي واجهتنا اللي هي الصلاه، وقت الاستفاده. الصلاه انك طول ما انت بتذاكري وبتروحي دروس وكورسات وبصي ماما جايبه لك مدرسين في البيت وما شاء الله مش مقصرين معاك في حاجه، بس ما تصليش ولا قريبه من ربنا عمرك ما هتلاقي في حاجه. الصلاه عليها عامل اساسي يعني كل حاجه في حياتي مش عامله اساس كمان. خلاص يبقى وقت كفايه الصلاه دي بتنشط الوظائف المخيه عند شفتي الوظائف المخيه متحكمه في كل حاجه الصلاه دي هي اللي بتنشطها. ما تقوليش بقى بالتمارين ولا لا وانا شاطره لا الصلاه دي عليها عامله اساس كمان. فدي لازم تبقى من اول اساسيات اليوم يا جماعه عشان حرام عليك حاسب على واهاليكم حاسب على حاجه فدي يعني حرام عليك تدمروا نفسكم انتوا عارفين ان العلاج في الدنيا اصلا. زي دلوقتي وانت مثلا رايحه السوق تقديرها بعد كده تروح السوق تطلع الورقه قدام كل واحد تشتري؟ لا طبعا مش فهي لو
وظائف المخ بتاعتها شغاله، فهي لو اعتمدت ان خرجت من بيت واعتمدت ان الورقه المكتوب فيها كذا وكذا وكذا، فهي كده وقفت ان وظائف المخ عندها، وان ربنا انعم عليها، وظائف المخ دي ربنا انعم علينا دي. لكن طول ما احنا فاكرين ان الورقه كبرنا وبنصير عليه كل حاجه، خلاص ما فيش اي حاجه، وظائف السنيه كلها ماتت بس. لكن لازم تبقى عندك ثقه في نفسك، انا ذاكرت رايح اسامح، لا ده انا هعتمد. شوف انت كنت بسافر نسبه 100% واروح الدرس ومسا عاملين امتحان، اروح الدرس ومفروض ان انا هغش اللي بيصعب فيه، انا كده ضيعت كل اللي انا عملته. الفكره دي نفسها بس بتنسي كل حاجه. فانت يا جماعه الوقت اللي انتوا دلوقتي هتروحوا البيت، المفروض انتوا تعبانين كل يوم، اكيد مش هتروحوا تذاكروا يعني، لازم تروحوا كده تغيروا هدومكم وبعدين تصلوا، واللي مثلا متعود على حاجه ممكن يتغدى هناك، في ناس تقول لا احنا هننام وبعدين نصحى نتغدى. دي حاجه تدعي لك انت احنا ما نقدرش نتحكم فيها، بس تنامي لك ساعتين ثلاثه في الوقت اللي هو دلوقتي في فتره العصر عند العشاء ساعتين ثلاثه ما تزوديش عن كده خالص. طب وعد ساعتين ثلاثة دول اقوم، اكيد ممكن العشاء لسه ما اذنتش اصلي او المغرب ايا كان تنامي امتى، اقوم واستجم مع نفسي كده شويه واجيب ورقه وقلم واشوف ايه ايه اللي مطلوب مني بكره، بكره السبت مثلا قررنا ايه اللي مطلوب مني يوم السبت، هكتبه كله في ورقه وهجيب خامه خامه وامسكها، مثلا مكتوب عندي روحان دراسات مش هجيب ماده الدراسات، وهفضل اجيب كل القديم والجديد فيها وراجع مع نفسي واشوف ايه اللي واقع مني وافضل اكتبه. طب انا قفلت الدرس الاولاني، طب يعني اضمن ازاي ان انا سمعت الدرس ركزوا معايا؟ اضمن ازاي ان انا حفظت الدرس الاولاني ومتمكنه فيه واروح بكره ان شاء الله في الامتحان؟ اقول ان انا اجيب الورقه والقلم ونكتب. بعد ما كتبنا نخلص نشوف مثلا الدرس هل انا سمعته زي ما هو مكتوب عندي في الكتاب؟ انت فكره ان انت تكتبي وفكره ان انت تسمعي وفكره ان انت تسجلي على التليفون، انت كده بصي شفتي الحاجه بعينيك وقراتيها وسمعتيها. عايزه اكتر كده؟ ما تقنعيش ان مش هدخل بكره، لا ده لا دي قاعده كده ماشيه اوريدي يعني. فانت لازم تدوم على الحاجات دي، لو نظمتوا الوقت بتاعكم في حياتكم كل يوم والله صدقوني مش هتشتكوا من اي حاجه خالص. ولا نسيان، وبعدين في نفس الوقت سيبوكم انتوا لسه بدري تقولوا لنا احنا بنقلق احنا بنخاف احنا انا عندي مش عارف ايه تفكير، انتوا لسه مش رحتوا وريتوا الحاجات دي، اكيد كلها مواضيع يعني تافهه ما تستاهلش ان هي تضيع يوم ان هي تاثر على حاجه، ايا كان الموضوع لو قالك تفضلي تكلمي مع نفسك فيه او تكتبي في اي نوتس عندك كده، اكتبي الموضوع شوفي انت النهارده خرجتي من البيت رحتي الدرس، شوفي كل اللي عملتيه في يومك النهارده حلو وحش اكتبيه، شوفي الوحش اكيد هتطلعي عندك حاجات سلبيه كتير جدا، هيجي بكره الاثنين بقى اليوم اللي بعد النهارده الاحد بكره الاثنين هطلع الورقه، انا طبعا انزل بقى وامشي مع الحاجات اللي انا كتبتها في الورق سواء الحاجات السلبيه او الحاجات الايجابيه، طب احنا عايزين السلبي اكتر ولا الايجابي اكتر؟ الايجابي اكتر، يبقى احنا نبص لو لقينا الحاجات السلبيه عندنا كتير نطلبها، هنيجي ثاني يوم هنكتب نفس خرجنا ورحنا الكورس وكذا وكذا، كل الحاجات اللي عملناها لازم نكتبها برضه في ورق، نيجي نقارن الورقتين ببعض يوم الاحد ويوم الاثنين، نشوف يوم الاحد كان احسن ولا الاثنين كان احسن. كل حاجه عندنا اعمل عليها صح، حاجه غلط اعمل عليها غلط. خلاص هتيجي بقى في اخر الاسبوع عندنا السبت من السبت للخميس هنيجي في اخر الاسبوع هنعمل ايه؟ هنشوف كل اللي عملناه، الحاجات الايجابيه هنكتبها في محل، الحاجات السلبيه هنكتبها في محل، هنشوف مين افضل، الايجابي اكتر ولا السلبي اكتر؟ خلاص كنت تقيمي نفسك نفسك، ده انا النهارده الاسبوع مثلا طلعت حوالي 20 مره، انا عايزه الاسبوع التاني اطلع 10 بس، الاسبوع اللي بعده خمسه لحد ما نفنشهم خالص. عرفت شكل التنظيم بقى؟ في اي مشكله تانيه تشتكوا منها؟ سكتت دلوقتي انا ما عنديش تقرير الموضوع، طب مش عارفه تقرير الموضوع ازاي قال المذاكره، يعني هو اصلا مش ما عندوش حاجه اسمها مذاكره ما فكرش فيها اصلا. خلاص انت ما بتعملش حاجه في ناس بتبقى نفسها يعني انا كان بيجي عليا ساعه امسك الكتاب عندي 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 فكره ان انا عايزه اذاكر، حاجه امسك الكتاب مش فاهمه ان انا اذاكر، اكيد كلنا بنستنى الحاجه دي. انت بقى افرض الحاجه اللي عايزها افرض بس الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لك، انت بقى اكيد كل السنوات دي ما عندكش تقرير. طيب انت مش حابب انت تذاكر طول اليوم، طيب احنا مش هنقول لك مش انت مش مجبر ومطالب ان انت تذاكر طول اليوم، انت ممكن تقعد على الكتاب ساعتين في اليوم افضل من قاعده 24 ساعه بس طول ما انت جاهله نفسك على حاجه تلاقي الموضوع سهل بالنسبه لك، فانت بتبدا كده تعمل كده ان انت تجيب كتاب النهارده مش كنت طيب ان انت تذاكر اصلا عشان الموضوع صعب بالنسبه لك، طب اجبر بقى اجبر نفسك امسك المذاكر من الكتاب وراجع الدرس مره واثنين ثلاثه وبعد ما خلاص يبقى عندك اي ورق فاضي اكتب اللي انت استفدته كله، والله لو طلعت بمعلومه واحده بس في اليوم احسن من قاعد اذاكر 24 ساعه، كفايه ان مخك استوعب ما يا جماعه مش الهدف ان انا اذاكر كده وخلاص ان انا احفظ الدرس وامشي، لازم يبقى عندي استيعاب ان المخ بتاعي استوعب ايه في اليوم. فاهمين؟ لازم انتوا تبقوا فاهمين، كذا عاملين ناس مخططات، انت بتشغلي ذاكره عشان مش تفضلي راكنه مخ، لا ما هي الذاكره دي احنا بنتحاسب عليها، التركيز وانا عامل التركيز والنسيان والانتباه ده كله ايه؟ وبعدين عندنا تمارين حلوه كنا بنستخدمها مع العيال في التخاطب اللي هم الصغيرين، ممكن تستخدمها معاكي ومعايا ومع اي حد، لو في عندي اكسده زعيمه الذاكره السمعيه دي سواء كانت رقميه او جمل ايا كانت هي ايه، فاحنا دلوقتي كبار فمش هقول لكم كل جمل، مش هقول لك مثلا قولي لي حصان
هجوم الكلمات هي ارقام. لو قلت لي مثلا قولي 7 8 6 3 5 2 7 طب قولي كده اللي انا قلته. يعني بصي احنا في الدرس مش مركزه معايا دي اول مشكله. فاحنا تمام احنا قلنا من 8 ارقام ما بالك بقى لو قلت لي 9 ارقام 10 ارقام مش هتعرف تجاوب عليا. طب هتجاوب عليا امتى؟ هتجاوب عليا لما تكوني قاعده بتبصي لي ومنتبهه ومنتبه معايا ومركزه في العدد. لان انا دلوقتي احنا بنعرف العيل الذكي من العيل اللي هو البطيء شويه في التعلم ازاي؟ ان احنا بنقول له مثلا ارقام دلوقتي 8 ارقام فانا لو قلت لك بسرعه 8 6 3 5 4 2 انت بس هتحسبيها معايا عشان انا اسرعها. اسمع 4 7 6 5 1 الرقم 6 6 ارقام يبقى انا قلت ايه؟ عكس ان انا افهم مع بعض. يبقى كل ما نبطا كل ما نبطا بيستوعب معانا بصعوبه كل ما نسرع الموج ما شاء الله ضاغط معايا خالص. لا انا مش عايزه كده كده بنعرف ان انتوا ست شفتوا انتوا دلوقتي ما شاء الله كلكم طبيعيين والذاكره عندكم طبيعيه بس قلت لكم قولي 8 ارقام فبصوا انا عايزه الهدف كده التمرين بسيط اهو بحفز الذاكره بطريقه مش عايزه اقول لك يعني تمرين كده انت ممكن تقعدي مع نفسك في البيت. دلوقتي انا عندي 13 سنه يعني المفروض ان انا دلوقتي مستر او اي كان ماما او اي كان سالوني الارقام من 13 رقم لازم اجاوب عليه. طب انت مش عارفه تجاوبي اصلا 5 6 رقم تجاوبي 13 ازاي؟ خلاص بقى هاتي الورقه وابتدي تقولي مثلا الذاكره السمعيه بالنسبه للارقام مستوى خامس مستوى خامس على 5 ارقام مستوى سادس 6 ارقام فهاتي الخمس ارقام دول وهقولهم لنفسي 5 3 4 6 2 كده انا هكتب عليه لازم توقفي وتخلي حد يسال خلاص. النهارده عملنا مستوى خامس بكره عملنا مستوى سادس بعد عملنا مستوى سابع لحد ما نوصل المستوى الطبيعي بتاع السن بتاعي. فانا دلوقتي مثلا عندي 25 سنه خلاص فاكيد مش هقدر 25 رقم بس هي الذاكره اخرها 11 12 من لحد 13 من الصفر ل 13 اللي فوق ده احنا بقينا بنتع نفسنا فيه نشوف المخ لسه فاضل الحاجات دي بيستوعب الاشياء والحاجات ولا لا. فحلو التمرين بتاع الذاكره ده يعني هما دكتور مثلا يبداوا بالمستوى خامس او سادس يكتبوا الارقام مثلا هي تكتبها ذاكره سمعيه مستوى خامس ارقام ذاكره سمعيه مستوى سادس ارقام وهكذا ذاكره سمعيه مستوى سابع ارقام بالنسبه للمستوى الخامس هتكتب 5 ارقام اي 5 ارقام يا عايزاه وتجيبهم مره من الشمال ومره من اليمين. يعني انت حضرتك ممكن مثلا دلوقتي لو في اي رقم سبوره احنا ممكن نعملها هنا على السبوره وهم يداوموا عليها دول هيعرفوا النظام ازاي. ماشي افتح لك ثانيه واحده. لا دلوقتي حاضر لا هو المستر يعني انا اديت المستر الطريقه اللي يمشي بيها والمستر يسجلها عليك وهو يعرف لكم وانا فهمتك عملها ازاي. دلوقتي دوت ده كده مش شرط انت باخده الكيس. طب انت عايز تعمل ازاي؟ بتحط منه ارقام خلاص عايز تعمله معاه ازاي كده؟ نصهم كان هياخدها اصلا يروح يسمعها نفسه اكيد كلكم كنتوا هتعملوا كده. الغرض من الانتباه دوت يا جماعه ان احنا دلوقتي عندنا ذاكره سمعيه بالنسبه للارقام المستوى الخامس. المستوى الخامس يعني 5 ارقام ان احنا هنكتب اي 5 ارقام يخطروا على بالك. طب بعد ما نكتبهم هنجيبهم مع المدرسين تخلي واحده تقعد قدامك كده خلاص كان المدرس والطلبه قدامي عندنا مثلا 5 4 3 2 1 قولي كده معايا قولي 5 4 2 1 حلو جميل ممتاز. طب يعني احنا جبناه من ناحيه اليمين 5 4 3 2 1 عايزين نجيبه بقى من ناحيه الشمال عشان هنجيبه من ناحيه 1 2 3 4 5 اي مكان هو ايه بقى الرقم خلاص. يبقى نجيبه مره من اليمين نجيبه مره من عند الشمال لان نفسنا خلاص بقى عامله رقم الاستجابه عندنا لقينا ما فيش حرف واحد او رقم ست معانا يبقى احنا كده خلاص ماشيين حلوين. ناخد كمان صف 2 3 لحد بص لغايه كانها لعبه معاك مش تعتمد ان انت هتمشي على باز واحد كده خلصنا المستوى الخامس. طب نبدا في المستوى السادس يبقى من 6 ارقام اي 6 ارقام انتوا عايزينها برضه وتطلعي عندي بس تخلي حد في البيت يعملها معاك احسن لكن انت هتبتدي تمشي تسمع نفسك. لا انت كده بتفهمي خلاص انت كده بتفهمي ما بتفهميش خلاص عرفت تمشي التمرين زي في البيت ده كده يعني كل التمرين ده انا نفسي بمشي عليه. يعني عايز اقول انا وصلت مستوى رقم 11 ولقيت نفسي ان انا ساعات بلخبط بس لا انا قادره اجيبه بس انا مش مركزه دلوقتي ان انا مثلا ما عنديش معايا في البيت. خلاص يا حبيب عندكم اي مشكله تاني؟ اتفضل. في اثنين تقريبا اثنين قالوا قالوا مشكله ان احنا بنخاف عندهم رهبه من الامتحان. ماشي طب انا عايز اسالك سؤال انت مثلا كل الامتحانات بتخاف ولا بتخاف من امتحان معين مثلا؟ وبالنسبه وانت رايح الدرس ولا وانت الامتحان بقى بتاع المكتبه في السنه؟ طيب هو عنده رغبه في الامتحان اكيد الرغبه دي هي بتبقى حاجه جواه غصب عنه يعني كمان هو ممكن دي فتره هو موجود بيها مش شرط ان هو خايف عشان مش مذاكر مش شرط ان هو خايف مثلا من اللجنه تبقى شد عليه لا كمان انا هعمل قوي
تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور، وانت ان شاء الله نتابع معاهم برضو مره ثانيه. اكيد طبعا، مش مشكله باذن الله. ربنا يخليك. كله عايز يلعب؟ ما شاء الله. من غير انا. طب ايه اسم مكان مفضل؟ اسم مش مكه. طب اسم ماده قاتله؟ سلم. اسم طريق؟ عندنا ثلاث نقط A و B و C. في النقطة A حصل انفجار، نقلنا الناس اللي عايشة في النقطة B، فقام في النقطة B حصل انفجار. هندفن الناجين فين؟ هندفن الناجين فين؟ مفيش ناجين اصلا. مفيش ناجين. من هو الذي مات ولم يولد؟ غلط.
صح سقفوا اشمعنى؟ عدد النقط 16 و تاني